صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يشمل استخدام السوار الإلكتروني كأحد هذه العقوبات. وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة يتضمن دوراً كبيراً لمختلف الأجهزة المتدخلة، بما في ذلك تعزيز دور النيابة العامة ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة. وشدد الوزير على أن الوزارة ستعمل على إصدار النص التنظيمي الخاص بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذه بشكل مثالي، كما سيتم تشجيع المجتمع على قبول هذه العقوبات وتقديم الدعم اللازم للمحكومين لتجاوز الوصم الاجتماعي المرتبط بها.